بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. وما زلنا مع مسند الإمام الدارمي، نسأل الله أن يختم علينا على خير وبركة وأن يرزقنا بعده المسانين. قال كتاب الفرائض، قال باب في عول الفرائض. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الفرائض من ستة لا نعيلها. ثم ساق السند إلى شريح بن الحارث قال اختصم إلى شريح في بنتين وأبوين وزوج، فقضى فيها فأقبل الزوج يشكوه في المسجد، فأرسل إليه عبد الله بن رباح فأخذه وبعث إلى شريح فقال: ما تقول في هذا؟ قال هذا يخالني امرأ جائرة، وأنا إخاله امرأ فاجرة، يظهر الشكوى ويكتم قضاء سائرة. فقال له الرجل: ما تقول في بنتين وأبوين وزوج؟ فقال: للزوج الربع من جميع المال، وللأبوين السدسان، وما بقي فللابنتين. قال: فلأي شيء نقصتني؟ قال: ليس أنا نقصتك، الله نقصك للابنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوج الربع، فهي من 7.5 فريضة، فريضتك عائلة. نعم، العول هو زيادة في مجموع السهام المفروضة ونقص في الأنصباء الورثة. يعني العول هو إدخال النقص على الجميع. العول هنا الالتجاء إلى العول هو انتقاء إدخال النقص على الجميع، ذلك عند تزاحم الفروض وكثرتها بحيث تستغرق جميع التركة ويبقى بعض أصحاب الفروض بدون نصيب من الميراث، فنضطر عند ذلك إلى زيادة أصل المسألة حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض وبذلك يدخل الميراث. فالزوج الذي يستحق النصف قد يصبح نصيبه الثلث في بعض الحالات، وكما إذا عالت المسألة من 6 إلى 9 فعوضا عن أن يأخذ 3 من 6 وهو النصف يأخذ 3 من 9 ويبقى نزل من النصف إلى الثلث، وكذا بقية الورثة يدخل عليهم النقص في أنصبائهم في حالة عول المسألة. والأصول التي تعول والأصول التي لا تعول، التي لا تعول 2 و 4 و 8 لا تعول، يبقى أصل المسألة كان من 2 أو 3 أو 4 و 8 لا تعول، لا عول فيه. إذا كان أحد الأصول في المسألة من هذه الأعداد فإنه لا يمكن أن يكون في المسألة عول 2 3 4 8، أما التي تعول 6 و 12 و 24. فإن كان لكل أصل من الأصول نوعا من العول فالستة تعول إلى 7 و 8 و 9 و 10، و12 تعول إلى 13 و 15 و 17، و24 عولا واحدا فقط إلى 27، و24 عولها عولا واحدا فقط هو 27. مثال عن 6 تعول إلى 7 زوج وأختان، زوج وأختان، الزوج له النصف والأختان لهما الثلثان، يبقى نصف ثلثان، يبقى إذن أصل المسألة تكون من 6، هيبقى للزوج 3 أسهم والأختان 4 أسهم، إذن عالت المسألة من 6 إلى كم؟ إلى 7 عدد الرؤوس هنا، ويدخل نقص على الجميع. وهذه أول مسألة عالت في الإسلام، وأول من عال الفرائض سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه كما روى عن سيدنا عباس رضي الله عنه أرضاه، وهو المثال الذي أورد الدارمي عن 12 تعول إلى 15 في مثل بنتين وزوج وأب وأم. الأب والأم كل واحد منهم لهم إيش؟ السدس، والزوج له النصف والبنتين لهم الثلثان، يبقى أصل المسألة كم؟ لا، من 12. الزوج له كم؟ الزوج له النصف والبنتان لهما الثلثان. أيوة، إحنا عندنا بنتان، الزوج له الربع. بنتان مش في بنتان؟ يبقى الزوج له الربع. نعم، الزوج له الربع والبنتان لهم الثلثان والسدس الأب والأم، يبقى المسألة أصلها من كام؟ من 12 وتعول إلى 15، يعني البنتين الثلثين من 12 يبقى لهم 8، الزوج له الربع يكون 3، والأب السدس مع التعصيب 2 والأم 2، يعني يكون المجموع كام؟ 12 15 عادة 15 15.
لو الست تعول الى 8 والى 7 زوج وام واخت شقيقه او لاب، زوج النصف والام الثلث، الاخت شقيقه النصف والاخت الاب السدس تكملت الثلثين. اذا اصل المساله يكون من كام؟ من 6. وهذه اللي بتعول الى 8 تسمى المبهله، ثم سبب تسبب ذلك انها وقعت في خلافه عمر الخطاب فجعلها في 8 بعد موت سيدنا عمر، اظهر خلف سيدنا ابن عباس، فجعل الزوج النصف والام الثلث والاخت ما بقي والعم. فقيل له لما لم تقل هذا لعمر؟ كان رجلا مهابا. قال كان رجلا مهابا فهبته. قال ان الذي احصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا، ذهب النصفان في المال، فاين موضع الثلث؟ ثم قال له علي او عطاء هذا لا يغني عنك شيئا، ولو قتلت او مت او قتلت او مت لخصم ميراثنا. قال ابن عباس فان شاءوا فلندعو ابناءنا وابناءهم ونساءنا ونساءهم وانفسهم وانفسهم ثم نبتئ فنجعل الله الكاذبين. عامة العوم الصحيح ما قال به عمر وقال به جمهرة الصحابة. تفضل. وقال باب جر الولاء. قال ثم ساق نعم ثم ساق السند إلى علي وعمر وزيد قالوا الوالد يجر ولاء ولده. ثم ساق السند إلى الشعبي قال الجد يجر الولاء. ثم ساق السند إلى الشريح قال الوالد يجر ولاء ولده. ثم ساق السند إلى عامر في مملوك توفي وله أب حر وله بنون من امرأة حرة لمن ولاء ولده؟ قال لموالي الجد. ثم ساق السند إلى إبراهيم في مكاتب مات وقد أدى نصف مكاتبته وله ولد من امرأة حرة، قال ما أراه إلا قد جر ولاء ولده. ثم ساق السند إلى إبراهيم قال كان شريح لا يرجع عن قضاء يقضي به، فحدثه الأسود أن عمر رضي الله عنه قال إذا تزوج المملوك الحرة فولدت أولادا أحرارا ثم عتق بعد ذلك رجع الولاء لموالي أبيهم، فأخذ به شريح. ثم ساق السند إلى عمر قال المملوك يكون تحته الحرة، يعتق الولد بعتق أمه، فإذا عتق الأب جر الولاء. ثم ساق السند إلى عطاء في الحرة تحت العبد قال أما ما ولدت منه وهو عبد فولاؤهم لأهل نعمتها، وما ولدت منه وهو حر فولاؤهم لأهل نعمته. ثم ساق السند إلى عمر قال إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له غلاما فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالي أمه، فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالي أبيه. ثم ساق السند إلى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال كانت أمي مولاة للحرقة، وكان أبي يعقوب مكاتبا لمالك بن أوس بن الحدثان النصري، ثم إن أبي أدى كتابته فدخل الحرقي على عثمان فسأل لي الحق يعني العطاء وعنده مالك بن أوس، فقال ذلك مولاي، فاختصم إلى عثمان فقضى به للحرقي. انتهى المسألة. رضي الله عنك. جر الولاء فهو أن يثبت على الولد ولاء للمعتق، معتق أما فيجر معتق أبيه ولاءه عنه إلى نفسه، وصورته أن يعتق أمه وتتزوج بعد عتقها بعبد فتلد منه أولادا فهم أحرار بحرية أمهم، وعليهم الولاء لمعتق الأم، فإذا أعتق أبوهم أنجز ولاءهم عن الأم إلى معتق الأب، فإن انقرض مولى الأب وعصبته لم يعد ولاءهم إلى معتق الأم، وكان كافة المسلمين بيت مال المسلمين. وهو قول أكثر أهل العلم أصحاب التابعين أهل المذاهب. فقال من أصحاب عمر وعثمان وعلي والزبير وابن مسعود زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنه، ومن التابعين الحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وعمر وابن العزيز وشريح والشعبي والأسود وابن سيرين ومن الفقهاء الحكم والأوزاعي والليث بن سعد والثوري أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق. خلفهم من أقر الولاء للمعتق الأم ولم يجر إلى معتق الأب، فإن انقرض معتق الأم لم ينتقل إلى معتق الأب، وكان كافة المسلمين. قاله من الصحابة رافع بن خديج، ورواية شذت عن زيد بن ثابت، ومن التابعين مالك بن أوس بن الحدثان ومجاهد والزهري وعكرمة وميمون بن مهران وعبد الملك بن مروان ومن الفقهاء داود وأهل الظاهر، احتجاجا بقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. ثم ثبت أن النسب معتبر بالآباء والأمهات دون الأمهات،
كذلك الولاء معتبر بالآباء دون الأمهات. وكذلك القصة المشهورة في خبر الولاء ما روى عن أن الزبير بن عام القادم خيبر فرأى فتية لعسا ظرافا فعجبه ظرفهم فسأل عنهم فقيل لهم هم موالي لرافع بن خديج أمهم حرة أبوهم مملوك لآل الحرقة فاشترى أباهم واعتقه وقال لهم انتسبوا إليه فأنتم موالي ونازعه رافع فيهم فاختصم العثمان فقاد بولائهم للزبير وعلي حاضر جميعا أدلعهم جميعا أنه اعتبر للأمهات والعوازي من جهة الأباء ضرورة فإذا وجد من جهتهم انتقل إليهم وجرى مجرى ولد الملعنة إذا اعترف به أبوه بعد العين عاد إلى نسبه ولحق به يعني حتى لو لاعن ثم رجع نفسه فإنه ينسب إليه ونفس الأمر في مسألة الولاء لو أنكره ثم أقره ينسب إليه. ختام الكتاب الفائدة من ذلك أنا لما أختم الكتاب ولا أختمه بين الإخوة الله يسلم الطريق بين الإخوة فقلت أنا سأفعل شيئا أخشى الموت فأخشى الفوت وأقاب ربي إذن قلت أخاف الموت وأخشى الفوت لذلك نعم يا رب وأخشى الفوت وأقابل ربي بختم الكتب السبعة أشرف لي من أن أقابل ربي بختم الكتب الستة فقط والباقي الله أعلم بطريقه بفضل من ربي ونعمة لذلك أختم وأكرر الختام يوم الجمعة إن شاء الله مع الإخوة في الدورة نعم ونشكر لكم ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم هذا الصبر ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمائه التي لا يمكن شكرها وهي أن الله جعل يعني جعلنا في خير حال ليل نهار صباح مساء لا نتكلم إلا بالكتاب والسنة هذه من نعم الله عليه عليك الصركاتو أو دلوقتي أنت على الهوى وبعدين احنا نختم الكتاب أنا خشية الفوت أو الموت أموت ولا أرجع لكم يبقى أقابل ربي الكتب السبعة أفضل لي عند الله جل في علاه آخر باب فيه وبعد كده يوم الجمعة مع الإخوة في الدورة نختم أيضا باب الرجل يموت ولا يدع عصبة أبقى سيدي ايوه اتفضل احمد اسماعيل كان شيخنا معانا في الحلقه الله يجزي عنا كل خير واحمد اسماعيل طبعا هو بيقدم شيخه احمد اسماعيل شيخ ما هو هيقدم شيخه على نفسه هو 3237 يا نصير وصلت شيخنا وصلت ابدا اتفضل بعد اذنك طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والسامعين امين الامام الدارمي رضي الله عنه ورحمه في مسنده قال لا لا في مسنده خاتما لكتابه يعني ابو سيدك ارح قلوبنا قال حدثنا حيوة قال اخبرني سهم بن يا نصير قال في كتابه تقول في مسنده خاتما لكتابه اسعد قلوبنا بهذه الكلمه نعم حاضر ايوه نعم قال الإمام رحمه الله ختاما لمسنده وكتابه ومن كتاب الطرائد قال باب الرجل يموت ولا يدع عصبة نعم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني سام بن يزيد الحمراوي أن رجلا توفي وليس له وارث فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو خليفة نعم فكتب أن قسموا ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء فقسم ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء في عرافته نعم اختلف العلماء جزاكم الله خيرا في من مات وليس له وارث فقال بعضهم اختلف العلماء في من مات وليس له وارث فقال بعضهم يذهب المال إلى ذوي الأرحام وهو مذهب الحنابلة والحنفية وقال آخرون بل يذهب إلى بيت المال وليس لذوي الأرحام وهو مذهب الشافعية والمالكية وهو مذهب الظاهرية أيضا ومرت علينا المسألة في توريث ذوي الأرحام إلا أن متأخري الشافعية والمالكية قالوا إذا لم ينتظم بيت المال فإن التركة تعطى لذوي الأرحام لأنهم الأقرب هم الأحق وهذا ينتظم الاتفاق يعني انظروا هنا بقى بفضل الله جل في علاه قد حصل في ختام الكتاب الأمر الذي يعنى به أو تعنى به الأمة عن جمعاء والأمر الذي أمر الله به وامتن به على نبينا صلى الله عليه وسلم بالوفاق دون الخلاف بالائتلاف دون الاختلاف
بالاجتماع دون الفراق. وقال الله تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. انظر هنا كتاب الفرائض ويختم الكتاب باجتماع الأئمة الأربعة قد مع اختلافهم في التأصيل على توريث ذوي الأرحام، اتفقوا الأربعة على أنه إن لم ينتظم بيت مال المسلمين يعطى الإرث إن لم يكن عصبات لذوي الأرحام، وحصل الوفاق والاتفاق. يا رب بختم هذا الكتاب بإذن الله تعالى ونحن نختمه، والله جل وعلا والذي يسر علينا وختمه لنا وأكرمنا بختامه، أن توفق الجميع لكل خير وبر، وأن تجعل بيننا الائتلاف والاتفاق دون الاختلاف، وأن تنزع بيننا فتيل الشيطان والفرقة عذاب ومحبوحة الجنة في الاجتماع. ونسأل الله جل في علاه أن نكون ممن قال فيهم الله جل في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأن نحقق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تطاوعا ولا تختلفا. هكذا أتم الله سنن الدارمي رحمه الله ورضي الله عنه لينضم إلى الكتب الستة التي قد من الله علينا بالانتهاء منها وبشرحها، ولله الحمد والمنة. نسأل الله جل وعلا جعل فيها البركة وفيها الأثر العميق على الأمة الإسلامية، وأن ينفع بها الشارد والوارد والقائم والقاعد والنائم والمضجع، وأن ينفع بها القاسي والداني، وأن يجعل ذلك إخلاص لوجه الله الكريم. ويا رب كرمنا بإخلاص الشافعي أو بمثل إخلاص الشافعي عندما قال: دعوت الله أن يعلم الناس علمي ولا أن ينسب لي حرفا واحدا، ما بكم من نعمة فمن الله، ما بي من شيء وما لي من شيء، والمسألة محض توفيق من الرب الجليل الكريم الذي يعطي الذي يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل ويعطي ويمنع حكمة سبحانه جل في علاه ورحمة. وإذا من النكت اللطيفة التي ينبغي أن يتفطن لها أو يتفطن لها أن الله هيا أن يكون الختم بالفرائض وقبله الوصايا، ولعل في ذلك إشارة جليلة ونكتة مليحة أن خير ما يمكن أن يكون إرثا هو العلم. فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا 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 دورا ولا دارا، إنما ترك علما، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكذلك أوصياء الشرع وورثة الأنبياء خير ما يوصون به أبناءهم الحرص على تقوى الله والعلم والتعلم، وأعظم ما تركوا لهم تركة أثرا هو المعين الذي لا ينضب، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولذلك هناك أبيات أعشقها أختم بها الكتاب وأحمد الله العلام على ما بين لنا من بيان وأعطانا من بأثر أئمة السنة الأعلام، وقد اقتضينا أثرهم وسرنا على طريقهم. ونسأل الله أن نكون كمن فعل يعني كمن باع نفسه لله وقفا، وكان قد قيل فيهم يعيش لها الجهابذة، وأن نكون رأسا في السنة ورأسا في قمع البدعة، وأن نكون ممن تعبد لله بالسنة وعبد الناس بها، وأن نحيا على ذلك ونموت على ذلك منافحين عن دين الله جل في علاه. ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. قالت العرب: إذا أراد المرء شيئا جد في طلبه، ولذلك قالوا: من جد وجد، ومن أراد شيئا أخذ بسببه، ومن أدام الطرق ولج. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. أسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، وأن يجعله إماما للمتقين. ونسأل الله أن يتم لنا الكتب التسعة وأيضا التصانيف والمصنفات والمسانيد والمعاجم، وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم نشرا للسنة وقمعا للبدعة. اللهم أمين يا رب أمين. لولا المشقة لساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتالوا.
يا رب يا رب اجعلنا في من قلت فيهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. اللهم لا تمكن أحدا منا ومكن لنا واجعلنا من المخلصين المخلصين ومن الصادقين المصدقين والصالحين المصلحين. اجمع الناس علينا يا رب العالمين ابتغاء وجهك الكريم، واجعلنا نصرة لدينك ونشر للسنة وقمعا للبدعة ورفعا لراية التوحيد. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم إنا نشكرك ربنا المجيد، فلله الحمد والمنة، وإن شاء الله نعيد ختمه فقط بركة مع الإخوة في الدورة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، أنا بحمد الله توفيقنا أن الله تبارك وتعالى أتم عليكم نعمة الوفاء للإمام الدارمي. الحمد لله، شكر لله، الحمد لله. وكان المقصد بالتعجيل لمن انتهى من كتاب الإمام الدارمي، لأنهم يحاولون تخبيته. الأشاعرة كانوا يبغضون فعل الإمام، والإمام كان جلادا لأهل البدع والضلالات، فأخففوا المسند، وشراح المسند قليل جدا، نادر، ممكن واحد أو اثنين فقط. فلذلك قلنا وفاء للإمام الدارمي ووفاء لأهل العقيدة النقية، عقيدة سيد البشرية في رب البرية، أننا نشرح كتابه، والحمد لله قد أتم الله الشرح. فعلى الإخوة النشر، فليتقوا الله ربهم وانشروا ذلك، وانشروا أيضا فرحة الختام بهذا، وإن شاء الله يكون لنا لقاء يعني نجمع فيه جميع الأحبة يعني على 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 سنة النبي محمد وصحبه بإذن الله. بإذن الله يا رب يرضى عنكم ويحفظكم ويجعل في ميزان حسناتكم يا رب، ففيها مقاسمة الأجر. لذلك كما أسعد وأسعد بكم وأسعد بالنبلاء الذين يحرصون على طلب العلم وعلى العلم، والذين يتقصدون يعني نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينصرونها. اللهم أمين. رب يرضى عنا وعنكم، ونسأل الله أن يتم علينا النعمة، وألا أن يكون لنا إذا بقيت لنا الأنفاس لا تكون إلا لله وفي الله وبالله، وألا نتكلم ولا ينطق اللسان إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عملا بكلام الشافعي. العلم كتاب وسنة، وغير ذلك هذيان. العلم حدثنا أخبرنا أنبأنا، وإلا فخل وبقل. العلم حدثنا أخبرنا أنبأنا وإلا فهلاوس الشيطان. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس قال الصحابة أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فلان وفلان. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. السلام عليكم ورحمة الله. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.